الأداء الصوتي. اختفاء الخط الفاصل بين الواقع والخيال. الموسيقى. الأفكار الإلحادية. قاتل الآلهة. ما الذي أعرفه عن الألوهية؟ في حياتك هل أي أحد سبق وقدسك أو تضرع إليك؟ وأخيراً الإباحية. هذه كانت نتائج استطلاع رأي حول لماذا تشاهد الأنمي؟ وبالفعل من يدخل هذا العالم سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يستطيع التوقف عن مشاهدته، فترى آلاف الأشخاص ينتظرون الحلقات الجديدة بشغف وجنون متواصل، على الرغم من أن حلقات الأنمي طويلة جدا وبعضها يستمر لأكثر من 20 سنة ولا يمل المتابع منها. بل وأعرف شباب همهم الوحيد هو التسابق فيما بينهم لإنجاز ومشاهدة أكبر عدد من حلقات الأنمي، فقد ترى شخص في 30 من عمره متعلق بالأنمي كالأطفال الصغار، وإذا سألته لماذا تشاهد الكرتون هل أنت صغير؟ سيقول لا ليس كرتون، هذا اسمه أنمي لو سمحت. وإذا قلت لن أنمي فارغ ولا يستحق المشاهدة، خذ عندك شتائم وإهانة وقلة أخلاق من متابعيه. بل أن كثير منهم يتمنى لو كانت هذه الشخصيات في الأنمي حقيقية، لدرجة أن أحد متابعي الأنمي في اليابان قرر أن يتزوج من إحدى الشخصيات في الأنمي، وانتشر هذا الخبر في الجرائد ووافقت الدولة عليه كزواج فعلي. تخيل. فالأنمي ليس مجرد كرتون كما يعتقد البعض، بل هو ظاهرة مليئة بالإلحاد والإباحية والأفكار المسمومة ما وراء كواليس الأنمي. الأنمي باختصار أيها الأحبة هي الرسوم المتحركة التي تنتجها اليابان، ونحن تربينا عليها في صغرنا مع الأسف. فقناة سبيستون التي سمت جيلا كاملا بشباب المستقبل كانت تعتمد على الأنمي في محتواها، وأغلبنا ما زال يحفظ إلى الآن شارات المحقق كونان وريمي والبؤساء وغيرهم. ولكن سبيستون وقتها كانت تقوم بالكثير من التعديلات على الأنمي لتجعله يتناسب مع مجتمعنا العربي والإسلامي، فكانت تحذف مشاهد الانتحار والإباحية وغيرها. مثلا في مسلسل القناص هذا شقيق كيل كالتو تم إظهاره على أنه فتاة، مع أنه في النسخة الأصلية ذكر ولكنه يلبس مثل الفتيات، يعني كان شاذ في النسخة الأصلية. أيضا هذه الشخصية ميلودي في القصة الأصلية هي فتاة، فجعلتها سبيستون ذكر لأن تصميم الشخصية كان غريب جدا ويشبه الذكور. الله يعطيهم العافية، وقتها كانوا منتبهين لفكرة تمرير الشذوذ في اللاوعي في شباب المستقبل. ولكن اليوم لم يعد أحد يشاهد الأنمي من خلال سبيستون أو غيرها من المنصات المراقبة، ولم يعد الأطفال فقط من يشاهدون الأنمي، بل أصبح الكبار والصغار يشاهدون الأنمي وبالنسخ الأصلية. عدم التمييز بين الواقع والخيال. مثلا في أنمي المحقق كونان في النسخة الأصلية كان هناك مشهد لشخصية تنتحر فتعود إلى الحياة بعدها وهي سعيدة. هذا المشهد أقنع مجموعة من الأطفال الذين شاهدوه، وكيف أنك بعد أن تنتحر تعود إلى الحياة وأنت سعيد؟ فانتحروا. نعم هذا خبر حقيقي حدث، انتحار 15 تلميذا جزائريا بسبب المحقق كونان. قام الأطفال بتقليد ذلك المشهد في كيفية الانتحار بربط حبل على شجرة كما فعل المحقق كونان وانتحروا، وغيرها الكثير من الحالات المشابهة. هذا الأمر جعل العلماء تفكر في كيفية تأثير الأنمي على عقلية المشاهد وتجعله لا يميز بين الواقع والخيال. وبالفعل توصلوا إلى متلازمة مرضية اسمها متلازمة الصف الثامن، وهو اضطراب يعاني منه المراهقون المدمنون على الأنمي، إذ تمتلكهم أوهام بامتلاك قوة خارقة، وهذا الشعور المرضي يحجبهم عن المجتمع. في دراسة أجريت على مجموعة من متابعي الأنمي سألوهم هل تفضلون الدخول في عالم الأنمي والعيش به، وكانت النسبة العليا بنعم وبقوة، لدرجة أن منهم من أصبح يقلدهم في شكلهم ولبسهم من خلال المكياج وعمليات التجميل. يعني تخيل أن أقصى طموحاتهم أن يصبحوا خيال هو مسح للهوية، ويا ليت الأمر وقف هنا. الأنمي والإلحاد. أحيانا تسأل مثلا أنمي دراغون بول زد لماذا لم تعرض باقي حلقاتها في القنوات العربية، ونفس الحال لمسلسلات أنمي كثيرة لم يتم إكمال عرضها مثل مفكرة الموت، شيكي، مذكرة المستقبل وغيرها. الجواب باختصار هو الإلحاد. فأغلب الأنمي تعتمد على فكرة تعدد الآلهة في عرض أحداثها، أو أنك تستطيع هزم الإله والعياذ بالله. فكما تعلمون الأنمي من يقوم بصناعته وتأليفه هم اليابانيون، وأغلبهم ملحد ولا يعترف بوجود الخالق. وقبل أن تقول أنا كشخص بالغ مستحيل أن أتأثر بمثل تلك الأفكار، أنا أعرف أنها رسوم كرتونية فقط أستمتع بمشاهدتها. لا يا صديقي، بل ستتأثر، ولا داعي أن أشرح لك نظرية تأثير الشخص الثالث التي مفادها أن الناس يعتقدون أن تأثير الإعلام يكون على الآخرين أكبر فقط، وأنهم لن يقعوا تحت ذلك التأثير،
فهم أقوياء وبقية الناس ضعفاء يتأثرون، ولكن تجد أن لا وعيك يتأثر دون أن تشعر، وتكون النتيجة لاحقا على شكل تشوهات في الأخلاق والمبادئ والعقيدة، بل وأن أغلب الأنمي مستوحى من البوذية والهندوسية واليابانية القديمة والتي تدس فيها أفكارها بشكل واضح وملحوظ، مثل الأنمي التي تظهر فيها الشيطان بصورة حسنة وتجعلك في نهاية المسلسل تحب الشيطان. الأنمي والإباحية. في الأنمي يوجد عالم كامل إباحي بالمعنى الحرفي من العري والكلام والمناظر والأفعال الفاضحة في المشاهد الكرتونية. في إحصائية جاء فيها أن 90% ممن يشاهدون الأنمي يشاهدون النسخة الإباحية منه في نفس الوقت، لدرجة أنه في عام 2021 كان معدل البحث عن الأنمي العادي بنفس درجة البحث عن الأنمي الإباحي، لأن الأنمي هو الأكثر تشجيعا على الشذوذ، أكثر حتى من نتفليكس. فهناك فئة من الأنمي يسمون أنفسهم بالفوجوشي، أي الفتيات الذين يحبون رؤية الشبان الشواذ في الأنمي، وأي شخص ينكر هذا الكلام هو ضال مضل، بل أن الإدمان على الأنمي هو تمهيد للبيدوفيليا أو اشتهاء الأطفال. فأغلب المشاهد الإباحية في الأنمي تكون لفتيات صغار، كما جاء في كتاب الأنمي وأثره على الجيل العربي. لذلك إذا كنت تعتقد بعد كل ما أخبرتك به أن الأنمي عادي ومجرد مشاهد كرتونية، فدعني أقول لك: أولاً، أنت تحتاج دعم نفسي. نعم، فأنت أساساً لو قررت أن تترك مشاهدة الأنمي، صدقني لن تستطيع لوحدك وتحتاج المساعدة. فمشاهدة الأنمي إدمان لا يقل خطورة عن أي إدمان آخر. لذلك مثلاً تجد على يوتيوب مقاطع تحت عنوان تائب من مشاهدة الأنمي. ثانياً، لا تحاول مشاهدة الأنمي، والأهم لا تضيع وقتك عليه. يقول أحد الأوتاكو، أي مدمني الأنمي، يقول بسخرية: عندما تدخل شخص إلى الأنمي تشعر أنك أدخلت شخص إلى الإسلام، يقصد أنك تكون سعيد بضم شخص آخر لهذا الإدمان، لدرجة أنك تجدهم أحيانا يبكون على شخصيات خيالية أكثر مما يبكون على شخص حقيقي ما بهذه العقلية. ثالثا، تذكر أن الذين يرسمون الأنمي ويمولونه في اليابان هم بشر من مجتمع يعاني من القلق والاكتئاب، وأن الذين يموتون منتحرين لديهم أكثر من الذين ماتوا بسبب كورونا، وأن 50% منهم عازفون عن الزواج، وأنها تحتل المرتبة الخامسة عالميا في الإلحاد. هذا المجتمع هو من يغذي خيالك بحلقات الأنمي، تخيل. رابعا، أعجبني مقال في موقع السبيل حول هذا الأمر، سأقرأه عليك. عندما تضغط زر التشغيل لمسلسل أنمي، توقف واسأل نفسك: هل أنا أتأثر بما أشاهد؟ ولاحظ نفسك خلال اليوم كم مرة تذكرت الأنمي، أو تصرفت أو تفوهت بألفاظ شخصيتك المفضلة خلال النهار وحلمت بها في الليل. فكر هل هذا صحي؟ إذا كنت أتصرف مثل هذه الشخصية فمن أنا إذن؟ فكر هل ما زلت تأخذ القيم وموازين الأمور من السماء أم من الأنمي؟ هل فقدت لذة قراءة قصص القرآن وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم حبكتها ليست كالأنمي الياباني؟ هل تغيرت توقعاتك من الله ومن الناس حولك؟ هل بدأت لا تحتمل فكرة وجود الألم والشر، وبدأت الشكوك بالله وصفاته تأكل قلبك؟ أم هل ظننت أنك خارق ومتحكم ومسيطر؟ وبما أن كل شيء بالأنمي ممكن، وكاتب قصص الأنمي غيب وجود الله أو جعل الشخصية تتبارز معه والعياذ بالله، ومع التكرار بدأت تظن أنك المتحكم والمتصرف على الأرض فاستغنيت عن الله، فتأتي إلى الحياة العادية فترتطم بالواقع، فتغضب وتهرب إلى أحضان الأنمي كحلقة مفرغة. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، فدمتم في أمان الله.